بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي دلوقتي نشوف مع بعض مراجعه شابتر 1 سريعا كده. فشابتر 1 بيتكلم على السبورت والموفمنت. اول جزء اللي هو السبورت هناخد فيه سبورت في البلانت، هناخد فيه سبورت في الهيومن، وبعد كده هناخد موفمنت في البلانت موفمنت في الهيومن. تعال نشوف مع بعض كده سبورت في البلانت. اولا نسالك هنا، هو ليه النبات لازم يكون عنده سبورت؟ لما نيجي تشوف ليه النبات لازم يكون عنده سبورت، هتلاقي ان طبعا عشان تحافظ على الشيب بتاعته، وعشان ايه برضه نوع من الحمايه. يبقى ازاي الكلام ده هنفهمه دلوقتي، هنفهم الكلام ده كله. طيب تعال نشوف مع بعض ايه هي طرق السبورت في النبات. اولا عندنا نوعين من السبورت، حاجه اسمها فيسيولوجيكال سبورت، دعامه فيسيولوجيه او دعامه تشريحيه يعني، ودي بتتكلم بتدعم السيل ازاول، يعني بتدعم الخليه كلها مش حته معينه بس في الخليه. يعني مثلا السيل كلها تلاقيها منتفخه مثلا، كلها سبورتد، مش مكرمشه كده، يبقى دي سبورتد اما دي لا. تمام. طب تعال نشوف الاستراكشرال سبورت، الدعامه التركيبيه. الدعامه التركيبيه لا، بتدعم اجزاء معينه في النبات، اجزاء معينه في النبات بس هي اللي بتبقى سبورت. زي مثلا ما تلاقي نتيجه، طبعا بتبقى نتيجه ترسيب بعض المواد، زي مثلا ماده السليلوز، زي ماده اللجنين، المواد دي بتعمل سبورت للنبات، بتدعمه وتخليه قوي يعني. تمام. طبعا هنشوف الكلام ده كله بالتفصيل. تعال نشوف اول حاجه اهو، الدعامه الفسيولوجيه بتشمل ايه. يعني ايه الدعامه الفسيولوجيه؟ الاول دي بتعتمد على امتصاص الخليه الميه بالاسموزس. يعني ايه؟ السيل بتعمل ابزورب الوتر بالاسموزس، تمتص الميه كده، تبدا تمتص الميه تمتص الميه فتتنفخ، زي الرسوله اللي انا جايبها تحت دي اهو. بقول لك اهو، لو جبت درايت فروت يعني فاكهه جافه وحطيتها في ميه، ايه اللي هيحصل فيها؟ هتمتص الميه بالاسموزس عادي، وبعدين تكبر في الحجم وتبقى ترجد. يعني ايه ترجد؟ يعني تبقى سويلنج، منتفخه، تبقى صلبه، تبقى سبورتد. شفت كده؟ هو ده التعريف، الجزء ده اللي هو ترجيدي اوف ذا سيل. يعني ايه صلابه الخليه او سويلنج اوف ذا سيل، انتفاخ الخليه؟ امتى؟ وين ووتر باسس باي اسموزس، لما الميه تعدي فيها بالاسموزس. اوعى تقول ديفيوجن، الديفيوجن الاينز والموليكلز، لكن الميه تبقى اسموزس. طب الميه لما بتخش جوه الفاكيولز، الحجم بتاع الفاكيولز يقل ولا يزيد؟ لا يزيد طبعا يا مستر، اهو كنتيجه كده للسايز بتاع السايز والبريشر بتاع الفاكيول هيحصل له ايه؟ هيزيد الحجم والضغط جوه الفاكيول، ايه؟ هيزيد. فلما تزيد في الفاكيولز اللي جوه، يعني التجويف اللي جوه ده او الانبوب البالونه اللي جوه دي، لما تتنفخ اللي هي الفاكيول اللي جوه دي، تبتدي تزق، لما تتنفخ تبتدي تتملي بالميه، تبتدي تزق السيتوبلازم ده لبره. يعني هتبص تلاقي كده في الرسمه اللي تحت دي اهو، تبتدي بقى لما تتنفخ تبتدي تزق السيتوبلازم ده لايه؟ لبره كده اهو، البروتوبلازم ده لبره، سيتوبلازم اللي هو البروتوبلازم بالنيوكلياس بكل حاجه. فتبتدي تروح ده زق الجدار، فتخلي الجدار يبقى ايه؟ يبقى منفوخ كده، ويبقى تنشن مشدود كده. يبقى ايه اللي بيخلي الخليه الجدار بتاعها يبقى مشدود قوي كده؟ الميه فضلت تخش جوه الفاكيول، تخش جوه 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 لغايه ما الفاكيول دي حجمها زاد، ابتدت توسع نفسها، توسع تنفخ تنفخ تنفخ، فابتدت تزق السيتوبلازم والنيوكلياس والحاجات اللي حواليها دي، لغايه ما الخليه كلها ده زقت الجدار، فالجدار بقى مشدود كده اهو. فلما السايز والبريشر بتاع الفاكيول زادوا، ابتدوا يزقوا، ابتدوا اهو بالتالي يزقوا البروتوبلازم، فيزقوه لبره تمام تجاه الوول، فابتدى يحصل للوول ايه؟ اكسباند، ويبقى في الحاله دي ويغير شكل السيل وول، زي ما هنشوف دلوقتي هيبقى كلمه تنشن، هنشوفها دلوقتي. طيب هنا جايب لك بقى، طب ايه اللي يحصل لو احنا عكسنا؟ لو جبت فريش سيد او فروت وسبتها زي مثلا البي والبسلة وسبتها لبعض الوقت، ايه اللي يحصل؟ قال لك تبقى رينكلد ويلت. ليه؟ لانها تفقد الميه دي تمام من السيل، وفي الحاله دي تفقد الايه؟ السويلنج، تفقد التنشن. يعني ايه التنشن؟ التوتر او الشد، اللي هتبقى مشدوده كده تمام، فمش هتبقى تنشن في الحاله دي. ففي سؤال هنا، امتى الخليه الجدار بتاعها هيبقى تنشن؟ لما تكتسب الفيسيولوجيكال سبورت، لما تمتص الميه. امتى الخليه بتاعها تفقد التنشن بتاعها والسيل يفقد التنشن بتاعته ويبقى رينكلت كده مكرمش؟ امتى؟ لما تفقد الفيسيولوجيكال سبورت، لما تفقد الميه تمام. عشان كده في بعض النباتات الليفز والستيم بتاعها بتاعت النباتات العاديه دي بتدبل لما بتواجه الجفاف. ليه؟ لانها بتفقد الميه، بتفقد السبورت بتاعتها، فبتبقى ويلت تمام كده نتيجه فقدان الميه، وكمان بتستعيد صلابتها، بتستعيد الترجيد بتاعتها بالسويل اريجيشن، لما تحط لها ميه بقى تبتدي ترجع تمتص الميه، الميه تخش تنفخها تاني، فترجع تاني تبقى ايه؟ تبقى ترجيد. تمام. ده كده الفسيولوجيكال سبورت. يبقى واضح الموضوع، العلاقه بالميه، امتصاص الميه وفقدانها، موضوع بسيط جدا يعني. السلكشر سبورت طبعا هتلاقي انه ده بيعتمد على ايه؟ ديبوزيشن اوف سبستانس، يا اما ان يا اما اون ذا سيل وول. تمام كده؟ طيب فكاتب لك كده، تعال نشوف تعال نشوف كده مثلا الخلايا اللي عندنا. عندك حاجه زي الابيديرمال سيلز كده، خلايا الابيديرمس بتكون كفرد بطبقه من الكيوتين. ايه الكيوتين؟ بيتميز بايه؟ اولا هو ماده امبيرميبل، يعني بتمنع لوس اوف ووتر، كمان بتعمل سبورت وبتعمل بروتكت للبلانت، يبقى سبورت بروتكت وبتمنع الايه؟ اللوس اوف ووتر.
زيها بالظبط عندنا ماده اسمها السيبرين، ودي موجوده في الكوركليير. ايه الكوركليير؟ شايفين الكوركليير قشره الشجر اللي من بره دي، القشره في الشجر اللي من بره دي بيسموها الكوركليير، فيها ماده السيبرين برضو امبيرميبل يعني بتمنع لوس اوف ووتر، وكمان بتبقى بتعمل سبورت وبتعمل بروتكت. تمام. طب تعال نشوف في مواد تانية. في عندك حاجه زي السليلوز والليجنين. ايه المادتين دول؟ السليلوز والليجنين بيترسبوا في المواد وبيخليها سترونجر قويه، غير الكوتين والليجنين. الكوتين والليجنين يعملوا سبورت بروتكت بنعمل سبورت، لكن السلوز والليجنين بيخلوا الخليه تبقى سترونجر. موجودين فين؟ في الكولينكايما، والليجنين موجود طبعا فين؟ في الاسكلينكايما، في الكولينكايما والاسكلينكايما سيلز. تمام. دي بيسموها الفايبر او الايه، او خد بالكم الاسكلينكايما بيسموها الفايبر او الستون سيلز، الخلايا الحجريه او الخلايا الالياف. تمام. طيب ده كده مثلا كلام على الجزئيه دي، ولسه برضه هناخد شويه معلومات تانية. طيب معلومه طبعا لينا على جنب كده، انه الكولينكايما المفروض تبقى انت عارف ان فيها سيلولوز. تمام. الاسكلينكايما بيكون فيها سيلولوز زائد لجنين، فيها مادتين، عشان كده بيسموها الخلايا الحجريه، بتكون ناشفه جدا جدا. زي ما هنشوف ادي اشكال مثلا الكولينكايما، ودي السيلولوز هنا. السيلولوز والجنين بقى في حاله الاسكلينكايما موجودين، بص في خلايا شبه خلايا النحل كده. تمام. وهناخد ده بالتفصيل برضو. ما تنساش ان الفيزيكال سبورت تعتبر تمبرال سبورت، دعم مؤقته. ليه؟ انها بتعتمد على وجود الميه. طول ما الميه موجوده النبات سبورتد. طب هل الميه موجوده في النبات طول العمر ولا ممكن في وقت يفقدها؟ ممكن في وقت يفقدها. اذا الدعامه دي تعتبر دعامه مؤقته. ليه تمبرال؟ ليه؟ طبعا لانها بتعتمد على وجود الميه في السيل، ولو الميه فقدت النبات بيفقد السبورت بتاعته. الاستراكشر سبورت يعتبر بيرمنت سبورت، دعامه دائمه. ليه؟ يعني بيعتمد على ترسيب طبعا المواد يا اما في ان او اون ذا سيل وول، وطبعا المواد دي زي الكيوتين والسيورين والسيلوز والجنين، المواد دي كلها طبعا بتدي نبات سبورت وبتحافظ على الشيء وبتمنع لوس اوف ووتر، وطبعا المواد دي ما بتختفيش يعني. الفيزيكال سبورت بيعني بالسيل ازاول، بيعني بالخليه ككل، يعني بيدعم مش حته معينه تبقى مفخه، كل الخلايا تبقى سبورتد. اما الاستراكشر سبورت بيعني بالسيل وولز بس. ما تنساش ان السلوز واللجنين بيخلوا الخليه سترونجر. تمام. طيب هنا جبت لك جدول كده، ما تنساش ان احنا عندنا حاجه اسمها الفيزيكال سبورت. تمام. خلايا زي البارينكايما سيلز، خلايا البارينكايما دي عباره عن كور كده جنب بعضيها، وخلايا حيه طبعا، خلايا ليفنج سيلز، ما فيهاش اي سيكنينج، ما فيهاش اي سلوز، ما فيهاش طبعا ما فيهاش غير فيزيكال سبورت بس، تملي بالميه، فيبقى ده نوع السبورت اللي فيها. في عندنا مثلا حاجات فيها فيزيولوجيكال واستراكشر سبورت، زي مثلا السيلز بتاعت الابيديرمس. الابيديرمس بيكون في ماده الكيوتين. واحد يقول لي يا مستر الكيوتين ده المفروض ان هو يعتبر استراكشر سبورت. جميل. طب مش الكيوتين ده بيمنع لوس اوف ووتر؟ يعني بيحافظ على الميه فين؟ بيحافظ على الميه تبقى جوه الايه؟ جوه النبات. تاني السليلوز الكيوتين دوت، قصدي الكيوتين بيمنع، هو طبعا مترسب على الجدار من جدار، اذا يعتبر استراكشر سبورت، وكمان بيمنع فقدان الميه، فبيحافظ على الميه تفضل موجوده جوه السل، اذا السيل تبقى منتفخه برضه، فبيحافظ على الميه، يبقى فيزيولوجيكال سبورت. يبقى الكيوتين ليه علاقه بالفيزيولوجيكال والستراكشر سبورت. اللي زي الكولينكايما سيلز دي خلايا بس الكورنر بتاعها فيها سيلولوز، وخلايا حيه. ما دام فيها سيلولوز يبقى فيها ستراكشر سبورت. وكمان الكولينكايما دي خلايا حيه، يعني فيها فاكيول بتتملي بالميه عادي وبتتنفخ، فطبيعي ان هي بيبقى فيها فيزيولوجيكال سبورت كمان، فيها فيزيولوجيكال وستراكشر سبورت. نروح ليه خلايا اسمها الكورك. الكورك طبعا من الخلدين، تعتبر نون ليفنج سيلز، فيها سيوبرين، فتعتبر استراكشر سبورت بس. في عندنا الاسكلينكايما سيلز او بيسموها الفايبر او ستون سيلز، دي خلايا نون ليفنج فيها لجنين، وانا بقول لك زود عليها المعلومه دي، فيها لجنين زائد سيلولوز. تمام. طبعا الخلايا دي نون ليفنج، يعني ما فيهاش غير استراكشر سبورت بس، ما فيهاش بقى فاكيول ولا فيها ميه ولا الكلام ده، فتعتبر ما تنساش طبعا تعتبر خلايا ديد يعني، ففيها لجنين وسيلولوز. ما تنساش المعلومه دي مهمه جدا جدا. كده السبورت في البلانت خلص، هنروح بقى لسبورت في الهيومن. هندرس فيه السكيلتون والكارتريج والجوينتس والليجمنتس والتنجن، الحاجات دي انتوا عارفينها احنا طبعا في ريفيجن، فمش محتاج ان انا اقف عليها يعني. هنبدا دلوقتي بالسكيلتون. عندنا بفكركم بس ان في اكسل وابندكلر محوري، اللي هو اللي عملت اكسس في النص كده، او خط في النص قبلك السكال والعمود الفقري ورا والقفص السطحي. اما الابندكلا اللي هي الكتف والدراعين والحوض والرجلين يعني. تمام كده. طب تعال نشوف، نبدا باول معلومه عندنا، وهي عدد عظام الجسم الادل بيكون 206 عظمه منفصله. وما ننساش انه لو بتتكلم عن الاطفال البيبيز كلهم حديث الولاده، كلهم بيكون عندهم
more than اكتر من more than 206 اكتر من 206. ما تنساش الجمله دي انه في الاطفال اللي مولودين لسه بيكون لسه العظم عندهم separated منفصل ولسه ما لحمش في بعضه، فبيكون عندك اكتر من 206 دول. احنا عندنا 206 بس في الادلت تمام، ولكن في الصغيرين بيكونوا اكتر من كده. تمام كده؟ طيب اهم حاجه عندنا طبعا في السكلتون هو العمود الفقري. العمود الفقري طبعا متصل من فوق بالسكال، ومتصل طبعا بالدراعات عن طريق متصل اهو بالفور لمب، عن طريق طبعا الايه الشولدر بونز او البكتورال جيردل، ومتصل بالرجلين. العمود الفقري متصل بالرجلين عن طريق الحوض، عن طريق البلفيك بون او البلفيك جيردل. متنساش الكلام ده. طيب تعال نشوف ادي السكال. السكال قدامنا اهي. السكال بيسموها الكرانيوم. السكال بيسموها الايه الكرانيوم تمام. طيب دي اول حاجه في الاكزيل يعني. طب تعال نشوف كده السكال فيها جزئين، نحاول نصغر شويه عشان تشوفوها الاثنين اهي. فيها جزء امامي وجزء خلفي. الجزء اللي قدام يعني ده اللي هو هنا ده اهو، ده الانتيريور. تعال نشوف كده الانتيريور بيشمل ايه. الفيشيال بارت الجزء الوجهي، في عظام الفيس بونز عظام الوجه، التو جوز الفكين، مكان السنس اورجان مكان الاير والاي والنوز، مكان الايه الودان والعين والمناخير. تمام كده؟ فكده ده الجزء الايه الجزء الامامي. تمام كده؟ طيب ايه عندنا تاني عايزين نعرفه؟ ما تنساش طبعا الجزء الامامي ده هنعرف ان هو الجزء ده بيشمل 14 عظمه، ومش علينا هم ايه. الجزء الامامي ده كله فيه 14 عظمه. تمام كده؟ 14 بونز. طيب تعال نشوف الجزء بقى الخلفي. الجزء الخلفي اللي هو العظام اللي عامله الجزء اللي من ورا ده تمام. دول لو انت دققت كده هتلاقي انه ايه في تقسيمات كده موجوده، يمكن مش باينه قوي، بس الاجزاء دي كلها مقسمه العظم كله ليه 8 عظام. الجزء الخلفي بيسموه البوستيريور بارت او السيريبرال بارت تمام. دول عباره عن 8 سيريتد بون، 8 عظام سيريتد يعني مسننين زي سنون المنشار كده داخلين في بعض، يعني العظمه عامله كده والتانية داخله فيها عامله كده، يعني داخلين في بعض هم مسننين تمام. يبقى عندنا 8 عظام، التانيين كانوا 14، دول 8 سيريتد يعني مسننين. طيب وطبعا كلهم عاملين كافيتي ماسكين في بعض جامد عشان يكونوا كافيتي عشان ايه تحمي البرين جواها. ما ننساش طبعا انه لو قلبنا لو شفنا لور فيو كده، يعني ده لور فيو يعني مشهد من قلبناه كده اهوت ابسايد داون، فهنشوف فيه خرم كده موجود اهو. الهول ده الهول دوت اللي عن طريقه بتوصل سباينال كورد بالبرين اهو، اسمه فورامين ماجنم، ده في البيس بتاع السكال، اسمه فورام ماجنم، عن طريقه السبينال كورد بيتوصل بيه البرين. تمام كده؟ ده سريعا طبعا تفكين الكلام ده كله يعني. ما تنساش كده عندنا 14 عظمه هنا و 8 عظام هنا في البوستيريور بارت تمام؟ وهنا عندنا 14 عظمه، يبقى كده 22 عظمه في العظام السكال. ولكن عدد عظام السكال بون او بالهيد يعني السكال بون بالاسيشيتد بونز اللي معاها 29 عظمه. ازاي يا مستر؟ 8 كرانيال او 8 بوستيريور، 14 فيشيال، وفي حاجه اسمها في 7 عظام تانيين، 6 في الاذن في الودان من جوه، وفي عظمه اسمها الهيويد بون اللي هي موجوده في الجزء دوت اللي هو فوق القصبه الهوائيه، في عظمه هنا اسمها الهيويد بون. تمام كده؟ يبقى عندك عدد العظام السكال بالحواليه 29 عظمه، 8 خلفيين، 22 في الوجه، وفي 6 في الودان من جوه تمام، وفي عظمه اللي هي في الزور ديت اللي فوق السكال، يبقى كده كام؟ 29 عظمه. تمام كده؟ زي الفل. تعال نروح للعمود الفقري. تاني حاجه الفيرتيبرال كولم، طبعا هم 33 فقره متقسمين، طبعا انتوا اكيد التقسيمه دي عارفينها. سيرفيكال ثراسك، سيرفيكال يعني عنقي، ثراسك صدري، لامبر قطني، ساكرا اللي هي العجزي او منطقه الوسط، كوكجيل اللي هي عصعصي اللي هي اخر حاجه. طيب متقسمين 7 12 5 5 4، طبعا الكلام ده انتوا كلكم عارفينه. 7 12 7 12 5 5 ايه 4 تمام. طيب يعني ايه 7؟ يعني من 1 ل 7 كلهم سيرفيكال، من 8 ل 12 بقى من 8 ل 19 ايه ثراسيك، من 20 ل 24 بيبقوا ساكرال، من 25 لغايه 29 هتلاقيهم ايه ساكرال، من 30 ل 33 تلاقيهم كوكوجيل تمام. الحجم بقى خد بالكوا، اول حجم اول ثلاث اجزاء دول هم السيرفيكال والثراسيك واللمبر بيزيدوا، الحجم بيزيد سيرفيكال ثراسيك لمبر، وبعدين يرجع الحجم يقل تاني ساكرال كوكوجيل. يبقى ايه؟ فكتب لك هنا الحجم الاول ايه؟ مودريت،
معتدل، بعدين اكبر شويه، اكبر من السيرفيكال، بعدين لارج اكبر حاجه اللي هو في منطقه البطن الابدومينال. يبقى السيرفيكال مودريت، وبعدين الثراسيك لارجر، وبعدين اللامبر بتبقى اكبر حاجه لارجست. يبقى واضح انه لو حبيت ترسم كيرف يمثل الاول جزء ده، كيرف ايه كل ما يعني العلاقه كده بينهم ايه بتزيد، تمام كده، يعني في الحجم السيرفيكال ثراسيك لامبر بايه بيزيد على حسب المكان يعني. طيب وبعد كده في الجزء الاولاني دوت، الجزء الثاني من الجسم تمام، يعني على حسب الموضع يعني والسايز تمام، فبايه بيزيد. طيب بعد كده لا، هنا بقى كاتب لك انا دول ايه برود وفلات وايه وسمول، تمام وسمول ايه عراض ومفلطحين، ودول ايه سمول. طبعا الشكل تحت اهو تمام بيوريك يعني الايه الحاجات دي. طيب فالحجم بيرجع تاني يقل كده. لو لاحظت تلاحظ انه الفقرات بتزيد في الحجم لغايه اللمبر، يعني اكبر واحده فيهم هتكون طبعا هي اكيد رقم 24 لانه عمالين يزيدوا مودريت لارجر، ودول اكبر حاجه رقم 24. طيب الاخرين طبعا دول بتدي الحاجات ترجع تصغر تاني، اصغر حاجه طبعا اللي هي 3 فقره رقم 33 دي اصغر واحده. ما تنساش كمان انه الفقرات الاولين دول جزء الاولاني يقول لك دول سيباريتد او ارتكيليتد، ودول سيباريتد سيباريتد. ايه ده؟ يعني السبعه وال 12 وال 5 اللي هم كلهم دول يعتبر 24 واحده سيباريتد، اما الخمسه والاربعه الاخرين دول بيكونوا ايه فيوزد. ايه ده؟ يعني 24 سيباريتد وخمسه واربعه تسعه فيوزد. اه ده هنعرف بقى المعلومات دي، نبتدي نلخص اهو كده. عدد السيباريتد فيرتبري قد ايه؟ ما تقولش ثلاثه، لا سبعه و12 و5 يبقى 24. عدد الفيوزد خمسه والاربعه يبقى تسعه. اكبر فقره كام؟ رقم 24، لان الفقرات بتزيد، واكبر حاجه طبعا اللي هم اللمبر اللي هو من 20 ل 24. طيب عدد الفقرات العمود الفقري قلنا 33. طب لو قال لك عدد عظام العمود الفقري ايه ده تفرق؟ اه بنعد الفيوز دي واحده وبنعد دي واحده، يبقى كده 24 و2 يبقى كده كام؟ 5 6 و20. ففعلا عدد عظام العمود الفقري يبقى 26. بيقول لك بص كده على الرسمه دي هتلاحظ حاجه غريبه، ان السيرفيكال فيرتبري ليها 3 ديفرنت شيبس. بص كده، اول واحده ليها شكل والثانيه ليها شكل، وبعدين المجموعه الباقيين اللي هم الخمسه الباقيين ليهم شكل ثاني اهو تمام. فما تنساش ان السيرفيكال هي اللي ليها اكتر من شيب، الباقيين لا كلهم ليها شيب واحد بس. ما تنساش ان العمود الفقري فيه اربع كيرفات. اربع كيرفات ايه؟ طبعا ده واحد بيبقى باصص كده، واحد باصص كده في الاتجاه ده، يعني الجزء ده الظهر تمام كده، واللي قدام ده البطن. فطبعا بصوا منطقه الرقبه طالعه لقدام، فالسيرفيكال بتبقى ايه انتيريور، بص لقدام تمام كده. منطقه الصدر راجع لورا، بصوا كده الثراسك ايه راجع ايه لورا، فيبقى ايه الثراسك تبقى بوستيريور. منطقه البطن عند الكرش كده يبقى طالع لقدام، يبقى انتيريور اللمبر انتيريور تمام. منطقه الهانش او الجزء الخلفي دوله السكر العجز او الويست بتبقى بوستيريور راجعه لورا، يبقى انتيريور بوستيريور انتيريور بوستيريور، ما تلخبطش تمام. انتيريور بوستيريور انتيريور ايه بوستيريور، ده من اول الرقبه كده، الرقبه لقدام، الصدر لورا، البطن لقدام، الايه السكره اللي ايه لورا بوستيريور. طيب ما تنساش ان وظائف العمود الفقري، وظائف العمود الفقري طبعا من سبورت بتاع البادي، وبتحمي السباين او بيحمي السباينال كور طبعا جواه، وكمان بيساعد في حركه الهيد والابر بارت من البادي. طبعا حاجات سهله جدا ما فيهاش اي مشكله خالص. تركيب الفقره، دي فقره عندنا اهي، الفقره انا جبت لكم ليها كذا شكل عشان برضه تتخيل معايا. الجزء الامامي من الفقره، الجزء الامامي منها اللي هو الجزء ده بيسموه الانتيريور، ده اسمه السنترم، اسمه الايه؟ السنترم. فبص معايا كده، السنترم هو الانتيريور سيك بارت اوف ذا فيرتيبرا، الجزء الامامي التخين قوي من الفقره. بص تخين قد ايه؟ انا جبت لك الرسمه دي من الجنب عشان تشوف تخين قد ايه. بص التخانه بتاعته، بص التخانه قد ايه؟ طبعا الجزء الامامي التخين من الفقره. طيب جانبيا متصل جانبيا مع اثنين ترانسفيرس بروسس، ادي واحد وواحد ماشي الناحيه الثانيه اهو. يبقى في عندك ايه؟ متصل لاترالي مع اثنين ترانسفيرس بروسس. طيب في الخلف بقى في ايه؟ المفروض بوستيريورلي من الجزء الخلفي بقى فيه ايه؟ في عظام هنا اللي هي العظام دي اللي هي البوستيريور او البوستيريور طبعا اللي هي السباينال رينج او النيورال رينج. حلقه عظميه كده خلفيه نازل منها سنه لتحت كده اسمها نيورال سباين. تمام؟ فكتب لك اهو بوستيريور متصل ببوني رينج او سباينال رينج. السباينال رينج دي ايه؟ هي حلقة عظمية محوطة من جواها كافيتي بيسموها النيورال كانال اللي بيعدي فيها السبينال كورد، او فيها خرم كده بيعدي فيها السبينال كورد اهي. ف
فالسباينال رينج او نيورال رينج دي بوني رينج بتحوط نيورال كانال، قناه كده بيعدي فيها السباينال كورد عشان بتحميه فيها. طيب بتستشعر ان في سنه نازله تحت اسمها نيورال سباين، دي بوني بروسيس، شوكه كده او سن نازل لتحت تمام من النيورال رينج، تمام كده؟ نيورال سباين دي نازله لتحت. تمام؟ طيب ما تنساش ان عدد السنون في طبعا في طبعا اثنين انتيريور بروسيس بيمسكوا في الفقره اللي فوق، واثنين بوستيريور بروسيس بيمسكوا في الفقره اللي تحت. يبقى عدد البوني بروسيس الموجود اثنين في الجنب لاترال اللي هم ترانسفيرس يعني، واثنين انتيريور واثنين بوستيريور، يبقى كده سته. وفي النيورال سباين يبقى كده ايه؟ سبعه. ايه ده تاني يا مستر؟ بص كده معايا، ادي الترانسفيرس ادي واحد، وواحد زيه الناحيه الثانيه يبقى اثنين، ادي الانتيريور ادي واحد، وواحد زيه الناحيه الثانيه يبقى كده اربعه، وادي البوستيريور اهو اللي هم الاثنين اللي ورا دول تمام؟ يبقى كده ايه؟ سته. والنيورال سباين يبقى كده ايه؟ سبعه. تمام؟ لو قال لك عدد البيرز الازواج بتاعت البروسيس هم ثلاثه بس، اللي هم اللي موجودين في شكل ازواج، الترانسفيرس والانتيريور والبوستيريور، النيورال سباين مش هتحسب. ليه العمود الفقري فيه سيبريت فيرتبري اصلا؟ طبعا عشان ايه؟ تسمح بالحركه. ده سريعا على الجزء الايه؟ تركيب الفقره كده سريعا يعني في الاجزاء اللي عندنا دي. لو حبينا نبص على الحاجه الثالثه اللي عندنا في الاجزاء اللي هي الثوراسيك كيج، القفص الصدري. طبعا القفص الصدري بيتكون من ثلاث اجزاء. اول حاجه عندنا ان احنا عندنا 12 بيرز من الريبس، 12 زوج من الدروع زي ما نشوف في الرسمه، وعظمه قدام اللي اسمها الاسترنم اللي هي العظمه اللي قدام اللي هي دي اهي الاسترنم، و12 ثوراسيك فيرتبري، 12 فقره خلفيه. طب تعال نشوف اول حاجه الازواج الدروع دول. ال 12 بيرز اوف ريبس، 12 زوج من الدروع كلهم متصلين من ورا طبعا بال 12 فقره، كلهم بوستيريورلي متصلين بال 12 ثوراسيك فيرتبري. طيب مين قدام؟ هل ال 12 زوج كلهم ال 24 ضلع كلهم متصلين من قدام بعظمه الاسترنم بعظمه الصدر دي؟ قال لك لا، اول 10 بيرز بس، اول 10 بيرز بس يعني اول 20 ريب بس هم المتصلين انتيريور بالاسترنم. طب التو بيرز التانيين اللي هم الاربعه ضلع التانيين يعني الاثنين على اليمين والاثنين على الشمال اللي تحت خالص، اللي هم ريميننج تو بيرز اللي هم 11 و12 11 و12 بيسموهم دروع عايمه فلوتنج ريبس، لانهم ماسكين من ورا بس، من قدام بيبقوا شورت وما بيوصلوش للاسترنال. تمام كده؟ طيب عظمه الاسترنال هي عظمه فلات مدببه، فيها حته مدببه وايه وغضروفيه كده زي اللي هو صدر الفرخه، بيكون في حته قرقوشه كده من قدام، هي دي حته صدر الفرخه اللي عندنا، دي هو الصدر اللي عندنا، عظمه الصدر اللي عندنا برضه فيها حته غضروفيه مدببه لتحت كده. طيب بقى كده في عندك 12 فقره ظهريه. طيب الضلع طبعا ما تنساش ان هو عظمه مقوسه، الضلع عظمه مقوسه. يا ترى الضلع ورا لما بيمسك ورا في الفقره بيمسك في الفقره منين؟ بص انا جبت لك رسمه بتوريك ان الضلع اهو، ده الضلع لمس الفقره فين؟ لمسها في السنترم بتاعها، ولمسها في الترانسفيرس بروسيس اهو، لمسها فين؟ في السنترم والترانسفيرس بروسيس. فكتب لك معلومه هنا ان ريب هو كيرف بون ماسك ورا في السنترم بتاع الفقره والترانسفيرس بروسيس بتاعها، دي نقطه مهمه جدا. الدروع مهمه طبعا في عمليه التنفس لانها بتتحرك لقدام وللجناب اثناء عمليه الانسبريشن، والعكس اثناء عمليه الاكسبريشن. ازاي؟ خد نفس كده هتلاقي الصدر عندك الدروع طلعت لقدام وللجناب، فعشان تفتح منطقه الصدر فتخلي الهواء يدخل، وبعدين في الزفير هتلاقي ان كل حاجه بترجع زي ما كانت. فاثناء الانسبريشن الريبس بتتحرك لقدام وللجناب عشان تزود الثوراسيك كافيتي، والعكس اثناء الاكسبريشن. تمام؟ ما تنساش ان الدروع العايمه، الدروع العايمه طبعا ماسكه في انهي فقرات؟ اولا الدروع ماسكه ملهاش علاقه بالسبع فقرات بتوع الرقبه الاول، يبقى انت عندك سبعه في الاول دايما. بعدين اول ريب ماسك في اول فقره بعد السبعه، صح؟ ماسك في اول فقره بعد السبعه بتوع الرقبه اللي هم مين؟ رقم كام؟ واحد وسبعه، يبقى كده ماسك في ثمانيه. تاني ريب ماسك فين؟ تاني بير ماسك في تاني فقره بعد السبعه، اللي هي ماسك في رقم كام؟ في رقم تسعه. فانت دايما عشان تجيب الريب ماسك في انهي فقره بتعمل بلس 7. ايه ال 7 دول؟ اللي هم بتوع الرقبه، تمام كده؟ فنركز مع بعض. لو قلت لك مثلا الريب العاشر، التنس بيرز اوف ريبز ماسكين في انهي فقره؟ تقول لي 10 و7 ماسكين في رقم 17. البير الخامس ماسك في كام؟ تقول لي 5 و7 يبقى 12. البير الثاني 2 و7 يبقى 9، ماسك في الفقره رقم 9. طيب احنا عندنا الدروع العايمه اللي هم رقمهم كام؟ 11 و12، ماسكين في انهي فقره؟ هتقول لي 11 و7 و12 و7. 11 و7 يبقى 18، و12 و7 يبقى 19. اذا الفلوتنج ريب هتعرف ان هم ماسكين في الفقرات رقم كام وكام؟ 18 و19. عملت عرفت ازاي؟ الفلوتنج ريب اللي هم ال 11 وال 12 اعمل بلس 7 لكل واحده فيهم هيطلع لك 18 وايه؟ و19.
عدد العظام في القفص الصدري. القفص الصدري طبعا فيه 24 ضلع، ما تنساش 24 ضلع، هم 37 طبعا، 24 ضلع، واحده استرنم و12 فقره. 12 فقره مع واحد عدد من الاسترنم يبقى 13، و24 يبقى 37. الاسترنم طبعا الاسترنم كده متصله بكام؟ واحد يقول لي يا مستر ما انت لسه قايل لي الاسترنم متصله ب 10 بيرز يعني ب 20 ريب. لا، في حاجه كمان هتزودها، انها متصله كمان من فوق بعظام الكلافيكل. ايه الكلافيكل دي؟ عظام، واحده من عظام الكتف. لما ناخد الكتف هنفهم الجمله دي. طبعا المفروض المعلومه دي ما كانتش ذاكرها هنا، هنذاكرها لما ناخد الكتف عشان انت دلوقتي مش تفهم يعني ايه كلافيكل دي. بصوا في عظمتين فوق اهم في الصوره دي غير الدرع. بصوا العظمه اللي بالاصفر دي، وفي واحده ثانيه زيها هنا اهو، دي العظمه تبع الكتف اللي هي عظمه الترقوه. ساعات لعيبه الكوره بيجي له كسر في العظمه دي في الكتف، اللي جا له كسر في عظمه الكتف اللي هي الترقوه دي، عظمه ضعيفه بتتكسر، لو واحد وقع عليها ممكن تتكسر. فدي متصله بالاسترنم. يبقى كده كمان غير التين بيرز بيقول لك انه الاسترنم متصله ب 22 عظمه. ليه؟ عشان في عظمتين اللي هم العظمتين دول اللي اسمها كلافيكل او عظمه الترقوه، في واحده زيها برضو الناحيه الثانيه، يبقى كده ايه 22 عظمه. تمام. الثراسيك كده طبعا من وظائفه ان هو بيحمي الهارت واللانجز. كده يبقى جزء الاجزاء الايه خلص، والجزء اللي جاي طبعا هو جزء الابندكلر سكيلتون. بالنسبه لجزء الابندكلر سكيلتون، المفروض دلوقتي ان احنا عندنا الابندكلر سكيلتون هو الايه، هنبدا دلوقتي بالبيكتورال جيردل. تمام، نشوف مع بعض البيكتورال جيردل. البيكتورال جيردل طبعا هو الحزام الكتفي. احنا عندنا مش هينفع اقول عندنا، طبعا في البلدي بنقول عندنا كتفين، لكن احنا هنا بنقول عندنا تو هافز، نصين. تمام، فعندنا تو ايدنتيكال هافز، كل هاف منهم بيتكون من الاسكابيولا والكلافيكل. طبعا لو نيجي نبص على الرسمه تحت، انتوا طبعا عارفين الكلام ده، في عظمه مثلثه ورا اهي، اللي هي المثلث اللي ورا ده اهو، العظمه دي عامله كده اهي اهي. العظمة دي اللي هي المثلثة اللي انا عملتها دي، سيبك من الدروع اللي قدامها دي، العظمة اللي ورا دي اسمها الاسكابيولا. في عظمة صغيرة كده اسمها الكلافيكل اللي احنا قلنا ان هي ساندة على العظمة دي اللي هي اللي اسمها الاسترنم، لو انتوا فاكرين كده كان عظمة الاسترنم هنا اهي. تمام، ففي فوق هنا عظمة الكلافيكل، وطبعا العظمة المثلثة دي اللي هي اللي اسمها الاسكابيولا، والناحية التانية الهاف التاني برضه في نفس الكلام. فعندنا الاسكابيولا والكلافيكل. طبعا الاسكابيولا معروف انها تراينجلر بون، تراينجلر بون، عظمة مثلثة، ودي العظمة المثلثة الوحيدة ترانجلر بون. كاتب لك عليها بقى اهي انه الانر اند بتاعتها، الانر اند الناحيه الداخليه بتاعتها بتكون برود، من جوه بتبقى عريضه ومن بره بتبقى مدببه اهو. فالانر اند كاتب لك فوق الانر اند بتاعتها بتبقى برود عريضه، والاوتر اند بتاعتها بتكون بوينت مدببه. طبعا متصله بمين؟ متصله من فوق بالكلافيكل. تمام، متصله بالكلافيكل. طبعا في تجويف من بره، تجويف مش عميق، تجويف الفتحه بتاعته يعني مفتوح شويه. تمام، يعني مش عميق قوي، الفتحه بتاعته اسمها جلينويد كافيتي. ايه الجلينويد كافيتي ده؟ ده التجويف اللي بيخش فيه عظمه الابر ارم، الدراع من فوق، الابر ارم اللي هي عظمه الهيومرس اللي هو الدراع من فوق اهو. تمام كده، فكتب لك اهو الجلينويد كافيتي في الاوتر اند بتاع الاسكابلا، في الهيد بتاعت الهيومرس، عظمه الهيومرس او الابر ارم، فت بترشق فيه يعني عشان تكون الشولدر جوينت. تمام يعني كده، يبقى انا كده المفصل بتاع الكتف متكون من عظمتين، عظمه الهيومرس وعظمه الايه الاسكابلا. الكلافيكل مالهاش علاقه بالموضوع خالص، الكلافيكل ماسكه في الاسكابيولا من فوق، لكن مفصل الكتف عظمتين بس، الهيومرس والاسكابيولا. تمام، نشوف الناحيه الثانيه البلفيك جيردل. عندنا برضو هنا لو جيت تبص عليها تلاقي هنا برضو تو هافز، نصين اهم، ادي النص الاول اهو اللي هو ده. تمام، اللي هو ده. طيب العظمه طبعا اللي فوق دي، وكاتب لك اهو بص هنا اهو النص الثاني ده، بص كده اهو. طيب العظمه اللي فوق دي اسمها الاليوم، اسمها الاليوم. تمام، العظمه اللي تحت دي اسمها الاسكيوم. تمام كده، في عظمه بقى اللي هي اللي جوه دي، اللي هي دي، هو هنا مشاور عليها الناحيه دي، هي اللي اسمها البيوبس. يبقى كده النصين، نص الحوض نصين، تو هافز برضو، تو هافز يعني تو بونز، نصين كده وعظمتين، كل عظمه متقسمه لثلاث اجزاء. جزء العظمه اللي من فوق اسمها الاليوم، واللي تحت بره اسمها الاسكيوم، واللي قدام. طبعا بس خدوا بالكم في حاجه، ان العظمه اللي انا بلونها بالازرق دي قدام، واللي تحت دي اللي هي ايه اللي مكتوب على الاسكيم دي من ورا. مش فاهم يا مستر، بص تحت كده هتلاحظ ان الجزء ده امامي، الجزء من قدام، اما الاجزاء دي من الخلف من ورا. تمام كده، هي ما هنشوف دلوقتي ونقرا مع بعض. طيب فكل نص كده منهم الحوض بيكون من نصين. تمام، تو ايدنتيكال
هافز متحدين من عند البطن، من عند منطقه البطن، ما هو العمود الفقري في الظهر، والجزء ده اللي هنا ده جزء من ناحيه البطن، فمتحدين من المنطقه دي بيسموها البيوبك سيمفيسز. بص كده المنطقه دي اسمها البيوبك سيمفيسز. يبقى تاني يبقى النصفين بتوع الحوض فيوز ات ذا فينترال سايد من عند البطن عند منطقه بيسموها البيوبك سيمفيسز. طب هل هم من الظهر متحدين؟ لا، فاصلهم الفقرات. بص على الرسمه دي او حتى الرسمه اللي فوق دي اهو، مستحيل يكونوا متحدين ليه؟ هنا او هنا هتلاقي فاصلهم دي مش لامسه دي، اللي الاليوم دي مش لامسه الاليوم الناحيه الثانيه عشان فاصلهم العمود الفقري. طيب بيقول لك بقى طبعا هما بيتكون كل هاف بيتكون من 3 بونز، ولكن بيتحدوا مع بعض الثلاث عظام دول في عظمه واحده، الاليوم والاسكم والبيوبس. تعال بص كده معايا اهو، كل هاف بيتكون من اليوم واسكم وبيوبس. في الاخر خالص هقول لك البون دول كل هاف بيتحد مع بعض في 1 بون. يعني دلوقتي عندي مش هقول اليوم واسكم وبيوبس ثلاثه، لا هما كلهم عظمه واحده، والناحيه الثانيه اليوم واسكم وبيوبس واحده، يبقى كده الحوض عظمتين. تمام، البيلفيك جيردل الحزام الحوضي، مش الحوض بقى، الحزام الحوضي كده عظمتين. تمام كده، تمام. طيب عايزين نبص على نشوف هنا كاتب لك الاليوم. الاليوم عظمه الاليوم دي متصله من قدام، من قدام بالعظمه اللي اسمها البيوبس، من ورا بالعظمه اللي اسمها الاسكيوم. وخد بالك ان الاليوم هي الوحيده ناحيه الظهر، هي جنب العمود الفقري، اما البيوبس والاسكيوم دول ناحيه البطن، من قدام البيوبس ومن ورا الاسكيوم. افتكر كلامي كده اهو، الاليوم اهي ناحيه الظهر، دورسال، دورسال يعني ظهر، ناحيه الظهر يعني جنب العمود الفقري، متصله من قدام بالبيوبس ومن ورا بيصير بالايه بالاسكيوم. تمام كده. طيب من قدام يعني الحته العظمه القدامانيه شويه اسمها الايه البيوبس، العظمه الورانيه شويه اسمها الايه الاسكيوم، والاثنين ناحيه فنترال، الاثنين فنترال يعني ناحيه البطن. تمام كده، كاتب لك الاثنين فنترال. طيب بعد كده كاتب لك ايه بقى، الاستابلم. في تجويف بقى، بس التجويف ده عميق، التجويف ده اعمق من الجلينويد كافيتي، عشان كده التجويف ده اثبت، عشان كده الناس كتير بيجي لها خلع. السؤال ده بيجي على فكره، في ناس كتير بيجي لها خلع في الكتف، لكن خلع الفخذ صعب قوي. ليه؟ لان العظمه بتاعت الفخذ الفيمر دي، عظمه الفيمر اللي تحت داخله جوه جوه التجويف قوي، يعني تلاقي التجويف ده عميق كده. بص التجويف عميق لجوه كده، فالعظمه بتبقى داخله لغايه جوه عظمه الفخذ، انما هنا التجويف بص سطحي شويه، تجويف ايه؟ سطحي كده، فتلاقي ان العظمه ممكن واحد يجي له خلع في الكتف. ليه؟ لان ممكن دي تخرج بره. يبقى مين اللي اثبت؟ مين اللي مور فيكسد؟ مور ستيبل؟ اللي طبعا اللي هو البلفيك جيردل او الاستابلم مور ستيبل عن البكتورال جيردل، عشان هو بيكون الجوينت يعني. تمام، يبقى البلفيك جوينت مور ستيبل او مور فيكسد ذان الايه؟ الشولدر جوينت. تمام كده؟ الاستابلم طبعا كاتب لك اهو، هو ديب ديبريشن، شفت الكلمه دي؟ اهو بتكون موجود طبعا بين الاليوم والاسكم والبيوبس، تمام؟ بتخش في عظمه السايبون عشان تكون الهيب جوينت او البلفيك جوينت. طيب بعد كده عندك الفور لمبس بقى، الدراع. الدراع من فوق، بص كده الدراع من فوق في عظمه اسمها الهيومرس. طيب ننزل تحت في عظمتين لاترال لبعض. بص انت طبعا منزل ايدك وفاتحها، يعني انت منزل ايدك بتبقى وش الايد لقدام، وش الايد مش ظهره، مش ظهر الايد لقدام، يعني انت بتبقى ايديك جنب منك كده، بس وش الايد، وش ايدك او بطن ايدك بتبقى اتجاهها مع في نفس اتجاه وشك كده، تمام، لقدام كده. تمام، طيب فكاتب لك هنا دي عظمه الهيومرس، هنا عظمتين الالنا والريدس دول لاترالي، لاترالي يعني جنب بعض مش اوبوزيت، تمام، مش واحده فوق الثانيه، مش فاهم ازاي، لا لاترال جنب بعض كده. طيب خد بالك هنا ان في تجويف في الارنا، بص الارنا دي فيها تجويف اهي، الارنا دي فيها تجويف بترشق فيه السن بتاع عظمه الايه الهيومرس، نركز في الكلام ده نحتاجه بعد شويه. طب تعال نشوف، كاتب لك اهو الابر ارن بيتكون من سبورتد بوان بون بس اسمها الهيومرس، عظمه واحده. ننزل بقى اللور ارم، الدراع من تحت فيه عظمتين، في تو بونز اللي هم طبعا الريديس والارنا انت عارفينهم، ما تنساش ان هم لاترال جنب بعض. طيب الالنا هي اللي فيها ديبريشن، الالنا فيها ديبريشن يعني فيها ايه؟ فيها تجويف صغير، ماله؟ بترشق فيه السن اهو، بيخش فيه السن بتاع عظمه الهيومرس عشان يكون الالبو جوينت، مفصل الكوع. طيب واحد يقول لي مفصل الكوع متكون من عظمتين ولا من ثلاثه؟ ثواني كده، يبقى الالبو جوينت بيتكون من ثلاث عظام اللي هم الهيومرس والريديوس والالنا. تمام كده. طيب كاتب لك بقى ان الريديوس دي عظمه سمول، طبعا سمول ان سايز، اصغر يعني حجما من الالنا، وبتقدر تلف هاف سيركل، كان روتيت هاف سيركل اراوند الفيكسد الالنا، يبقى كده الالنا فيكسد طبعا عشان فيها النتوء، فيها الديبريشن اللي داخل فيه النتوء بتاع الايه؟ بتاع الهيومرس او السن بتاع الهيومرس. تمام، فالالنا دي ثابته، اللي بتلف طبعا هي الايه؟ الريديوس. طيب ننزل بقى تحت كده، الريديوس ماسكه في ريست، ريديوس مع ريست، بص اللي فيها ار مع اللي فيها ار، يعني
من هنا بقى تلاقي الريديوس ممسوكه في الريست، تمام؟ والريست طبعا هتعرف دلوقتي ان هم ايه 8 بونز موجودين في صفين، اربعه واربعه، هم اربعه كده فوق واربعه تحت. فده الكلام على ايه الريست، تمام. وبعد كده هيكلمك على البالم. تعال نشوف الصفحه الثانيه، نشوف بيتكلم هو على الريست. الريست طبعا هم كام؟ 8 بونز اهو، بيسموهم كاربلز، موجودين في صفين يعني اربعه واربعه. الاربعه اللي من فوق ماسكين في ريديوس زي ما احنا قلنا، ريست مع ريديوس. الاربعه اللي من تحت بقى ماسكين في بطن الايد، بطن الايد اسمه البالم، اسمه الايه؟ البالم اهو. بص الاربعه من تحت ماسكين في البالم اللي هو بطن الايد او كف الايد اهو، ماسكين في البالم. طيب البالم اللي هو راحه اليد او بطن الايد بيتكون من خمس عظام طويله، تمام، بيسموهم ميتا كاربلز. يبقى الريست نفسهم اسمهم كاربلز، دول اسمهم ميتا بقى، ميتا كاربلز، تمام. بيكونوا بيودي طبعا للخمسه ديجيت، الخمس صوابع. الخمس صوابع طبعا كل صباع فيهم ثلاث فلانجيز، ثلاث عقل، ما عدا الصنب اللي هو الصباع الكبير بيكون عقلتين بس. طيب وانا جايب لك رسمه تحت اهي. تيجي لما تيجي تعد بقى هتلاقي مثلا انت عندك هنا الهاند دي مثلا فيها ايه؟ الهاند اولا فيها الصوابع، عندك هنا 5 ديجيت، كل واحد ثلاثه يبقى 15، شيل منهم واحد عشان في واحد فيهم اثنين بس، يبقى كده 14 عقل، 14 فلانجيز. طب بعد كده في خمسه لونج بون اللي هم البالم، يبقى الفلانجيز 14، البالم خمسه، خمسه لونج بون، الريست 8. دول لما تيجي تجمعهم كلهم تلاقيهم 27 في الهاند الواحده، يبقى الهاند الواحده 27 عقل. التو هاند يبقى ايه؟ 54، 54 لو ايه؟ لو الايدين، يبقى 27 او 54 لو هتجمع الايه؟ الايدين مع بعض. طب نكمل في الايد الواحده، 27 عندك 27 في دول، تمام كده؟ اطلع بقى عندك هنا دول خلاص 27 عرفناهم، دول عظمتين ودول عظمه، يبقى كده كام كلهم؟ 30، 30 في الدراع الواحد، يعني في الدراعين يبقى كام؟ يبقى 60، تمام؟ نروح للرجل. ال 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 الهند لمب او اللور لمب، طبعا عظمه الفخد عندنا الاول اول حاجه، زي الفكره نفس الفكره الناحيه الثانيه، عظمه الفيمر ودي اطول عظمه واتخن عظمه، دي عظمه الايه؟ الفيمر، تمام، عظمه واحده. وبعدين عندك هنا الشانك اللي هي قصبه الرجل فيها عظمتين، التيبيا والفيبيلا، التيبيا والايه؟ والفيبلا. طيب دي قصبه الرجل، لاحظ طبعا ان الفيمر دي هتلاقيها بص عامله ارتكليشن مع التيبيا، اما الفيبلا ماسكه في مين؟ ماسكه في اللي جنبها مش ماسكه في اللي فوق. يعني ايه؟ يعني عظمه الفيمر دي السنين بتوعها ماسكين في عظمه التيبيا، طب وفين الفيبلا اللي جنبها؟ لا الفيبلا مش ماسكه فيها، الفيبلا ماسكه ايه؟ ماسكه في التيبيا اللي جنبها. يبقى الفيبلا العظمه الصغيره دي ماسكه في التيبيا اللي جنبها مش ماسكه في عظمه الفيمر. طيب في عظمه هنا صغيره مدوره اسمها سابونه الرجل او اللي هي الباتيلا، تمام، اللي بتحمي مفصل الركبه. تعال نشوف مع بعض الكلام ده مكتوب ازاي. كاتب لك اهو الساي سبورتد بساي بون اللي هي عظمه الفيمر، فيها اللور اند بتاعها فيها تو بروسيس السنين كده بيخشوا مع الشنك اللي هي عند الني جوينت، الشنك اللي هي قصبه الرجل عند مفصل الركبه. قدام مفصل الركبه في سمول بون راوندد بون كده بيسموها الباتيلا بتحمي الني جوينت. الشنك يقصد بيها العظمتين اللي هم الانر تيبيا والاوتر فيبولا. يعني الانر تيبيا يعني اللي هي العظمه الانر اللي هي ناحيه الجسم من جوه، الفيبولا ناحيه بره الجسم، تمام كده؟ يبقى التيبيا الانر والفيبولا اللي فيها حرف اليو تاخد اوتر اللي فيها حرف اليو. بص كده لما تيجي تبص على اللي فيها حرف اليو، الفيبولا فيها حرف اليو تاخد اوتر، اما اللي فيها 2 اي اللي هي التيبيا تاخد الانر. طيب بعد كده في عندنا ايه؟ في عندنا الانكل بقى. تعال نشوف الانكل غير الريست، الريست كان 8 لا ده 7 بون، دول بيسموهم كربل دول بيسموهم تارسلز، تمام؟ طيب اكبرهم عظمه الهيل، عظمه الكعب، كعب القدم. طيب بعد كده الميد فوت اللي هو منتصف القدم بيكون فيه ميتا تارسلز، خمسه لونج بون برضو اسمهم ميتا تارسل، بيودي لفايف توز. الصوابع طبعا برضو ثلاثه فلانجيز ما عدا البيك تو بيكون تو فلانجيز. نفس الفكره هيبقى عندك هنا 14 عقله بس، ليه مش 15 يا مستر؟ عشان في واحد فيهم عقلتين يبقى 14، وهنا خمسه اللي هو مشط القدم، مشط القدم اللي هو الحته اللي بعد اللي ورا الصوابع على طول، تمام؟ بعد كده في الانكل نفسه سبعه، تمام كده يبقى كام؟ 14 وخمسه وسبعه يبقى 26، 26 في الفوت الواحده، يعني الاثنين هيبقوا كام؟ سوري هنا الاثنين هيبقوا في التو فيت مع بعض، تو فيت مع بعض هيبقوا ايه؟ هيبقوا 52. يبقى 26 لو بعد العظم في فوت واحده، لو في التو فيت يبقى 52. طب هكمل في عظمه واحده 26، خليك تمام كده معايا 26، دول ايه 26 اهم، هنا عندك في 2 يبقى كده 28، واحده باتيلا وواحده فيما، يبقى برضو ايه 30، 30 في الرجل الواحده يعني 60 في الرجلين، تمام، 26 واثنين دول هنا والباتيلا والفيمر، يبقى كده ايه 26 واثنين 28 وادي واحد واحد، يبقى كده 30 في الرجلين يبقى 60 كده، يبقى الايه كل ايد 30 وكل رجل 30، يبقى كده عندك 60 و60، يبقى عندك 120 عظام الابندكلر سكيلتون بس، تمام كده. تعالى بقى ناخد شويه النوتس دي.
اولا عدد عظام البكتورال جردل، طبعا انت خدت هنا كل هاف في عدد 200 سكابيولا وكلافيكل، وسكابيولا وكلافيكل يبقى عندك هنا اربعه. تمام، عدد عظام البلفيك جردل اربعه برضه، الاثنين بلفيس اللي هم كده، والسكرال بتتعدي واحده والكوكيجيا واحده، ليه يا مستر؟ مش دول خمسه ودول اربعه بس؟ كابون كعظام اللي عندها واحده انهم فيوز، يبقى كده اربعه برضه. طيب عدد عظام الابر ليمب، الابر ليمب طبعا 30 قلنا، واللور ليمب 30، يبقى الاثنين يبقوا 60 و60. اطول عظمه في الجسم هي الفيمر. عدد عظام الالبو 3 اللي هو الهيومرس والريدس والانا. عدد عظام الهاند، الهاند طبعا بيكون فيها 27 زي ما احنا قلنا، الاثنين هيبقوا 54 54. الفود بيبقى 26، الاثنين هيبقوا 52. عدد عظام الكربل طبعا دول اللي هم الثمانيه، الميتا كربل 5، الترسل 7 والميتا ترسل 5، يبقى دول كلهم كام؟ 25. ناقص طبعا السؤال، انا عارف اللي هو بيلخبط دايما، عدد عظام مفصل الركبه. مفصل الركبه طبعا في اختلاف عليه كتير، ولكن عدد العظام عند الركبه اربعه، اللي هم الفيمر والتيبيا والفيبيا والباتيلا عند الركبه. لكن مفصل الركبه اصلا يعتبر مفصلين. ليه مفصلين؟ اول مفصل جاي من الارتكليشن، في عندك الفيمر مع التيبيا فيها ارتكليشن، تمام كده، الفيمر تمام مع الايه، مع الفيمر مع التيبيا، وفي الفيمر مع الباتيلا، تمام كده. يعني ممكن نعتبرهم بقى مفصلين او ثلاث عظام، مش هنعد طبعا. الفيبولا ملهاش علاقه بالموضوع، الفيبولا ملهاش علاقه بالموضوع خالص، تمام كده. تمام، نشوف بقى الايه الجزء اللي بعد كده. عندنا هنا الكارتليج، بعد كده كده خلصنا العظم، نخش بقى في الكارتليج. الغضاريف، الغضاريف هي مثلا اللي بتبقى موجوده زي ثواني نشوف موضوع الغضاريف. موضوع الغضاريف الكارتريدج هي مثلا زي اللي موجوده في النوز، بص طرف المناخير كده، في الاير، في الودان بتاعتنا، في التراكيه القصبه الهوائيه بتاعتنا. الغضاريف كمان موجوده في اطراف العظام زي ما انتم شايفين في الرسمه اللي قدامكم دي، اطراف العظام بيكون فيها غضاريف طبعا عشان تقلل الاحتكاك، تقلل الفريكشن وتمنع تاكل العظام. فكاتب لك ان هي طبعا نوعها ان هي كونكتيف تيشو، نسيج توصيلي، تمام، بتتكون من خلايا غضروفيه. النسيج التوصيلي اللي هو ما هوش عضلات، ما هوش مصل، ما هوش اعصاب، ما هوش نيرفز، ما هوش خلايا سطحيه زي الابيثيليال سيلز الخلايا على سطح الجلد كده، لا هو خلايا نسيج كونكتيف توصيلي، تمام. فيعتبر الكارتريدج زيه زي البون، الكارتريدج والبون الاثنين كونكتيف تيشو، الاثنين كونكتيف تيشو، نتفق في النقطه دي. طيب موجود فين بقى الغضاريف؟ موجوده في التيب اوف بونز، اطراف العظام، وموجود طبعا عند المفاصل، وطبعا موجود بين الفقرات، بين فقرات العمود الفقري. طبعا هنعرف دلوقتي ان بين العمود الفقري، هو كاتب لك اهو بيكون في فقرات، تمام، بين العمود الفقري عشان تقلل ايه الفريكشن، الاحتكاك ما بين الفقرات وتمنع تاكلها. ممكن طبعا فين؟ في بعض اجزاء من الجسم تانية زي النوز والاير والبرونكيولز. طيب ممكن يكون وظيفته، هتلاقي طبعا هو كاتب لك ما بيحتويش هنا على بلاد فيسلز، ده نقطه مهمه، اهم نقطه في دول كلهم، ما بيحتويش على اوعيه دمويه. امال بيتغذى ازاي النسيج دوت؟ بياخد الفود والاكسجين من البون سيلز، من العظم، بالديفيوجن، بالانتشار. يبقى العظم بيتغذى عن طريق الانتشار. طيب سوري، الغضاريف بتغذى عن طريق الايه؟ الانتشار من البون سيلز. طيب وظيفته ايه؟ بيحمي البون من الكروجن نتيجه الايه؟ الكونتينوس فريكشن اللي بيحصل لها. بيحمي العظام من الكروجن، مش دايما بتكون وظيفته حمايه من الكروجن، لان في عندك وظيفه البروتكشن بس، حمايه الجسم زي اللي موجود في النوز مثلا. تمام؟ فوظيفته الايه؟ الحمايه فقط. في مثلا التراكيه القصبه الهوائيه، وظيفته ان هو يوسع، يحافظ على التراكيه دايما مفتوحه، ما فيهاش حمايه خالص، يبقى دايما مش وظيفته هتكون اللي هو الحمايه من التاكل. تمام؟ لا، ممكن تكون وظيفته كمان ان هو يحافظ على الممر التنفسي يكون دايما مفتوح زي الموجود في القصبه الهوائيه مثلا. تمام؟ طيب الغضاريف طبعا بتاخد وقت طويل عشان تلتئم، لان ما فيهاش بلاد فيسلز، فما طبعا صعب جدا التئامها، فطبعا ما فيهاش بلاد فيسلز، يعني ما فيش بقى بلاد كلوتنج يحصل لها تجلط، وبالتالي يلم الجرح بتاعها بسرعه يعني. تمام؟ شوف الجوينتس، المفاصل، المفاصل ثلاث انواع سريعا، مفاصل ليفيه اللي هي الفايبرس، مفاصل كارتليج، كارتليجنس غضروفيه، ومفاصل سينوفيه اللي هي زلاليه او سائليه. طيب اول حاجه الفايبرس دي ليه سموها فايبرس؟ طبعا عشان الياف دي زي الموجوده طبعا بتوين ايه الفيرتبري، طبعا موجوده بين فقرات ال طبعا لا سوري موجوده بين الايه العظام بتاعه السكال. نشوف كده عظام الاسكال، شايفين العظام دي السيريتد بون دي ماسكه مع بعضيها بمفاصل ليفيه. ليه سموها كده؟ عشان فيها فايبرس تيشو. بص كده البونز تمسك مع بعض بايه؟ بفايبرس تيشو، فسموها فايبرس جوينتس. طيب الفايبرس تيشو دي، الالياف دي بمرور الوقت، يعني في الياف كده رابطه العظام مع بعضيها، الالياف دي بمرور الوقت بتتحول تبقى جزء من العظام، بتتحول لبون تيشو اهو. باي جروينج اولدر الفايبرس تيشو بتتحول لايه؟ لبون ايه؟ تيشو.
تمام؟ فدي نقطة برضو مهمة. كتب لك ان هما طبعا العظام بتاعت السكال دي ما بتتحركش، بتبقى فيكسد يعني دونت الاو موفمنت. ما تنساش برضو المعلومة دي انها دونت الاو موفمنت. طيب زي مين؟ زي قال لك زي العظام الموجودة، البون الموجودة بين او الجوينت الموجود بين البونز اوف ذا سكال او السيريتد بون اوف ذا سكال، تمام كده؟ طيب النوع الثاني اللي هو الكارتليجنس جوينتس، مفاصل الغضروفيه. وده طبعا الغضروف موجوده فين؟ طبعا موجوده ات ذا اند، موجوده طبعا ات ذا اند اوف بونز، وكمان موجوده بتوين الفيرتبري اوف فيرتبرال كولن. المره دي مفيش معلومه جديده غير المعلومه ان هي بتسمح بفيري ليميتد موفمنت، يعني الغضاريف اللي موجوده بين الفقرات بتسمح بحركه بس بسيطه، مش زي مثلا ايدك بتتنيها كويس، لا ده يا دوب بميل بس كده بالغضاريف بالعمود الفقري. فدي طبعا دي طبعا زي الكارتج موجوده بتوين الفيرتبري وفيرتبرال كولم، بتسمح بفيري ليميتد موفمنت. يبقى الفايبرس كان فيكسد ما فيهوش حركه، ده في حركه بسيطه. طيب نروح بقى للساينوفيال. الساينوفيال ده معظم البادي جوينتس، معظم مفاصل الجسم بيكون ساينوفيال زلاليه. طيب بتتميز بايه؟ هي فيها كارتلج برضو، فيها كارتلج برضو. طب ليه ما اعتبرناهاش كارتريج زي اللي قبليها؟ عشان دي فيها حاجه زياده، فيها سائل. يبقى دي البون زي كفر برضو بتبقى رقيقه وشفافه وناعمه من الكارتريج سبستنس. ليه؟ طبعا عشان تسمع بحركه العظام باقل احتكاك، تقلل الفريكشن يعني وتمنع التاكل. طب ليه ما اعتبرناهاش كارتريجنس؟ ليه؟ طبعا اكتب لك ان هي طبعا فليكسيبل جوينت، مرنه جدا، بتتحمل الصدمات. ليه بقى؟ وليه ما اعتبرناهاش كارتريجنس؟ عشان هي فيها سينوفيال فلويد، سائل زلالي. ليه؟ طبعا ده بيسهل زحلقه الغضاريف اللي مغطيه البون عشان يقلل برضو الاحتكاك والتاكل العظمي، بيزحلق الغضاريف كده زي الزيوت اللي بيحطوها بين التروس بتاعت العربيات، او زي ما تحط كريم في ايدك او زيت عشان خاطر مثلا عشان يطر ايدك مثلا حاجه، فبتلاقي الايه الاحتكاك بين الايدين بقى سهل جدا عن ما لو ما فيش الكريم او ما فيش الزيت اللي انت حاطه. طيب تعال نشوف كده مع بعض زي ايه. مثلا كتب لك الالبو والني جوينت. الالبو والني بيتحركوا في اتجاه واحد بس، يعني الالبو بيتحرك لفوق بس، الني بيتحرك لورا بس، هي حركه واحده. فليميتد موفبل جوينتس ليه؟ لانها بتتحرك في وان دايركشن اول. الكتف بقى والهيب جوينت، الكتف والحوض لا بيتحركوا في ميني دايركشن، اتجاهات كتير ورا قدام وبص اهو. فده بيسموه وايد او موفبل جوينت لانه بيتحرك في ميني دايركشنز. تمام؟ ما تنساش ان عدد الكارتريج جوينتس 24. بص عدد الغضاريف اللي موجوده بين الفقرات، بين الفقرات المتحركه اللي هي الارتكيوليتد او المنفصله 24. ليه؟ مش انت عندك 24 سيبريتد بون بينهم 24 فيرتبري، بينهم 24 فيرتبري، 24 24 كارتليج، بين ال 24 فيرتبري بينهم 24 ايه كارتليج. طب امال العمود الفقري كله فيه كام يا مستر؟ فيه 25. ليه؟ 24 وبين الساكرال والكوكيجيال، مش الساكرال دول فيوزد والكوكيجيال دول فيوز، فيه غضروف. يبقى كده كام كلهم؟ 25. 25 غضروف موجود كلهم في العمود الفقري، لكن لو قال لك بين السيبريتد بس او الارتكيوليتد بس يبقى كام؟ 24 فقط. تمام؟ نروح للليجمنتس، الاربطه. الاربطه طبعا ده برضو كونكتيف تيشو او فايبرس كونكتيف تيشو، طبعا بيربط العظام ببعضها، بيربط العظام، الاربطه بتربط العظام ببعضها. وظيفتها انها بتلينك البون ويز اتش اذر، كمان بتحدد حركه الجوينت في اتجاهات مختلفه، هو اللي بيحدد حركه الجوينت في اتجاهات مختلفه، يعني بيحرك حركه الجوينت. فمثلا الجوينت بتاع الكوع بيشد لفوق فيخلي ايدك تتني لفوق بس. العكس بتاع الركبه بيشد لورا بيخلي الرجليك تتني لورا بس ما ينفعش تتني قدام. تمام؟ ليه؟ يبقى لحد كده الايه؟ الليجامنتس. طيب بيتميز بايه؟ طبعا لازم يكون سترونج ديورابيلتي، يعني ايه لازم يكون سترونج ديورابل؟ يعني قوي ومتين. تمام؟ طيب ايه كمان؟ الاسيستي ده مرن جدا، الرباطه بتبقى مرنه جدا عن الاوتار مثلا اللي هناخدها بعد شويه، بتبقى مرنه، بتتميز بمرونه. يعني ليه؟ عشان يبقى عامل زي الاستك كده، يزيد شويه فما يتقطعش، لما يحصل التواء مثلا في رجليك الليجمنت يزيد معاك، يزيد في الطول فما يتقطعش. تمام؟ طيب اهو. طيب احيانا بيتقطع، لو كان حصل تويستنج التواء جامد فممكن ايه يتقطع، زي ما بيحصل مثلا في الكروشيت ليجمنت، الاربطه الصليبيه اللي بتيجي لعيبه الكوره كتير قوي. تمام؟ ما تنساش هنا جايب لك الركبه، الفيمر متصله مع التيبيا والفيبلا. هنا مثلا الفيمر مع التيبيا في ثلاثه ليجامنتس. ليه؟ عندك واحد انتيريور كروشيت اهو، وورا منه واحد بوستيريور كروشيت، وهنا في الميديال ايه ليجامنتس. الناحيه الثانيه الفيمر مع الفيبلا متصله بليجامنت واحد بس اسمه اللاترال ليجامنتس. يبقى كلهم كام عدد الاربطه؟ اربعه. بص كده نشوف بقى، دي عدد الني ليجامنتس كلهم اربعه. كام واحد منهم متصل مع التيبيا؟ ثلاثه. كم واحد متصل مع الفيبولا؟ واحد بس اللي هو اللاترال. كم عدد الكروشيت؟ اثنين، واحد انتيريور كروشيت وواحد بوستيريور كروشيت، الاربطه الصليبيه اللي عامله زائد في النص دي انتيريور وبوستيريور، اثنين بس. تمام؟ التندونز الاوتار
برضه هي كونكتيف تيشو، بس سترونج كونكتيف تيشو بيربط بقى المسل مع البون، المسل مع البون مش بون مع بون. طيب ده طبعا هو ده بيسمح بحركه المسل اثناء الكونتراكشن والريلاكسيشن. يعني المسل عشان تعرف تعمل كونتراكشن والريلاكسيشن لازم يطلع منها تندون ماسك في العظم، فتعرف العظمه بقى تمسك في العظم اللي هي العضله، يعني المسل تمسك في البون وتبدا تعمل كونتراكشن وريلاكسيشن. تمام؟ يبقى التندونز هو ما هو الا كونكتيف تيشو بيربط المسل مع البون، وكمان بيسمح بحركه المسل اثناء الكونتراكشن والريلاكسيشن. اشهر حاجه عندنا اكيليس تندون. اكيليس تندون ده اللي قدامنا ده اهو، بيربط عظمه الهيل مع عضله سمانه الرجل اللي هي الجاستروكنيميس ماسل، مع الهيل عضله سمانه الرجل اسمها جاستروكنيميس ماسل. طبعا في اسباب ممكن تؤدي لقطع او دامج الاكيليس تندون، زي مثلا لما تعمل سيفير ايفورت مجهود شديد، صاد المسل كونتراكشن انقباض سريع او شد عضلي سريع. تمام؟ فقدان المسل اسيستي، العضله فقدت المرونه بتاعتها. تمام؟ ممكن يحصل فيها قطع او كده. الاعراض طبعا اكيد يبقى واحد لو عنده قطع في وتر اكيليس يبقى عنده سيفير بين، مش قادر يمشي، انابيلتي تو ووك، تقلف حركه الرجل. تمام؟ ممكن يتعالج ازاي؟ والله لو العلاج خفيف، ممكن لو القطع خفيف يعني بارشل تيرنج، يبقى ياخد ميديكال تريتمنت، بيبقى انتي انفلاماتري وانالجيسكس، ياخد مضادات للالتهاب ومسكنات، وممكن يعملوا ميديكال سبلنت كبيره. طيب لو في قطع لا يبتدي ياخد يعمل له سيرجيكال انترفنشن، تدخل جراحي. بعد فكره بعد التدخل الجراحي بيدي له بقى انتي انفلاماتري وانالجيسكس، يعني يديله مسكنات بقى ومضادات للالتهاب تاني عشان الجرح ده يلم على طول. تمام؟ ده كده جزء السبورت، وان شاء الله يبقى في برضه اسجل لكم دلوقتي برضه مع بعض سريعا كده جزء الايه؟ جزء الموفمنت. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.